هذا وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: إن المجلس الأعلى للاتحاد انتخب اليوم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ال نهيان رئيساً للدولة، وقال الشيخ محمد بن راشد إن محمد بن زايد هو ظل زايد وامتداده فينا ومؤسس مئويه دولتنا وحامي حمى اتحادنا نبارك له ونبايعه ويبايعه شعبنا وتنقاد له البلاد كلها لياخذها في دروب العز والمجد والسؤدد باذن الله